أيها الأخوة والأخوات، نقرأ عليكم نصنا وردنا من مكتب سماحة السيد دام ظله في النجف الأشرف. تتسارع الأحداث وتتفاقم الأزمات، ويمر البلد بأخطر المنعطفات، فمن الاعتداء الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة القائم، وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من أبنائنا المقاتلين، إلى الحوادث المؤسفة التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية، إلى الاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي في الليلة الماضية بما مثله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية، وقد أدى إلى استشهاد عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش. إن هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن البلد مقبل على أوضاع صعبة جداً، وإذ ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة، نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يدفع عن العراق وشعبه شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إليك أفضت القلوب ومدت الأناق وشخصت الأبصار ونقلت الأقدام وأمضيت الأبدان. اللهم قد صرح مكنون الشنآن وجاشت مراجل الأضغان. اللهم إنا نشكو إليك تشتت أهوائنا وكثرة عدونا وقلة عددنا، ففرج عنا يا رب بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه برحمتك يا أرحم الراحمين. رددوا معي هذا الدعاء: اللهم إنا نشكو إليك تشتت أهوائنا وكثرة عدونا وقلة عددنا، ففرج عنا يا ربي بفتح منك تعجله ونصر منك تعزه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.